السلام عليكم، شلونكم شباب؟ اليوم جايب لكم مقطع فيديو جديد للقناة مختلف، وهذا الفيديو يعني باللغة العربية مثل ما تسمع. اوكي، فمثل ما قرأت بالعنوان راح أعلمك اليوم شلون تحصل انترنت 4G ببلاش. كل اللي تحتاج تسويه انه تروح على الاب ستور اذا كان عندك ايفون، واذا كان عندك حساب جهاز اي اندرويد مثل سامسونج، هواوي، شاومي، تفتح الجوجل بلاي وتبحث عن تطبيق آسي سيل بالبحث، وهذا هو، وراها تحمله وتنصبه. هذا اسمه، تمام. تدخل عليه، تقوم الآن بتحميله. ورا ما تحمله كل اللي تحتاج تسويه انه تفتحه. وراها راح يطلب من عندك تربط رقم تليفونك الشخصي اللي هو لازم يكون آسيا. بعد ما تربط رقم تليفونك وتسوي الحساب وتجهزه، راح تحصل عدة أشياء، عدة مكافآت على هذا الشيء. بعض الأحيان رصيد ببلاش، إنترنت ببلاش، أو رسائل مجانية، فتختار اللي عجبك. هسه اليوم إحنا راح نعلمكم شلون تحصلون إنترنت مجاني. أوكي، كل تحتاجه بعد ما تفتحه، أوكي، مرات يطلع بيه مشاكل، يطلع لك شاشة بيضة أو شيء، مو مشكلة، كله طبيعي. خليه يحمل. طبعا الفيديو لازم تشوفه كله حتى تفتهم شلون تصير العملية. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك بالقناة ولايك ومفضلة وشكرا. المهم بعد ما كملت هذه الطريقة راح تجي تشوف ذني فيتشرد، اوكي، مكتوب عندك 4G LTE scan and win the wheel spin the wheel and وها ما اعرف شنو الاخيرة. المهم عندك spin the wheel، تدخل عليها راح اشوف هنا عندك ديلي ريورد او مكافآت يومية اذا كان عندك البرنامج باللغة العربية. اوكي، فتدوس باي مكان، انا افضل ان ادوس بالنص. اوكي، راح تفتر عندك. بعد ما راح تفتر راح يعطيك الان مكتوب 20 ميجا بايت. اوكي، هسه تجي على الرسائل، مفروض تجي رسالة انه استلمنا انترنت مجاني بس شو ما اجتي. تمام، جتني هنا عندك رسالة يقول لك تعال باكر راح تحصل انترنت مجاني مرة ثانية. اوكي، الان وصلتني الرسالة. ها، طبعا بعد 5 ساعات او 6 ساعات بالاحرى راح تقدر تحصل انترنت مجاني مرة اخرى. حلو، انت وحظك، مرة تجيك 20 ميجا بايت، 30، 40، مرات 100. انا اول مرة سويتها بوقتها حصلت 100 ميجا بايت. اوكي، راح تجي رسالة مبروك لقد تلقيت 20 ميجا بايت من البيانات المجانية. اوكي، هسه احنا ايش راح نسوي؟ راح نتاكد لكم انه احنا حصلنا انترنت مجاني حتى يخاف تقول مثلا انا ما اقدر، يعني ما راح اصدق بهذا الشيء او هيك شيء. المهم، فاحنا ايش راح نسوي الان؟ راح نطفي الانترنت، راح نفتح الفورجي، راح نرجع. الان اتفعل عندي الفورجي بالتليفون مكتوب بالزاويه LTE. راح نجي نفتح اليوتيوب. طبعا تقدر تفتح اي برنامج يعجبك وبكيفك، مثل ما تشوفون الان اليوتيوب فتح وطبيعي وعلى ال LTE. فشغلنا اي مقطع فيديو على السريع، وهذا هو الفيديو حمل عندنا بهذا الاسلوب. بحس بديل انه ما تجيني حقوق او اي شيء او طبينه. اوكي، فمثل ما قلت لكم تروح على الاب ستور، تكتب آسي سيل بالعربي او بالانجليزي مو مشكله، تحمل البرنامج، تسوي الحساب، وراها تجي تدخل على spin the wheel. اوكي، بعد ما انتهينا راح تقدر تحصل انترنت لمدة شهر كامل 500 ميجا وات يوميا. الطريقة ما اعرف شلون صار بالضبط حاليا، بس كانت بالبداية انه ادخل على الريوردز هذه على الحساب القديم او التحديث القديم. تجي تدخل على الريوردز، وراها ظل تنزل جوا راح تلقى شيء اسمه باقات الطلاب او هيك شيء. حلو، اذا انت طالب بالكليه او كذا وعندك مشاكل بالانترنت راح تحصل يوميا 500 ميجا بايت مجانيه. اوكي، راح تلقاها هنا، هي راح تجي عليها راح تقول له شارك او اشترك او هيك شيء، ما راح ياخذ منك رصيد ولا اي شيء، وهذا هو راح تحصل انترنت شهري مجاني. ما عدا انت اذا تريد تحصل انترنت 4G مثل ما قلت لك، تدخل على spin the wheel وتسوي سبين وراح تحصلها مثل قبل شويه. وانتهى الفيديو، واذا عجبك سوي لايك واشترك بالقناه
وأكو عندي مسابقة على رصيد آسيا وعراقنا في القناة اللي تقدر تشوفها. حاليا موجودة مسابقات، عندي مسابقتين حاليا موجودات، إذا تفوز راح تحصل رصيد أبو خمسة، هذا مقطع الفيديو، وأكو فيديو ثاني إذا تفوز بيه راح تحصل رصيد أبو 10. وشكرا لكم.